اهلا بكم اعزائي المشاهدين ومس قناه الصحه والجمال، واهلا بكم في برنامجنا برنامج المدققاتي. برنامج المدققاتي هو برنامج عام يدقق ويحلل ويقرا الاحداث، وعينه ترى التفاصيل وادق التفاصيل في الموضوعات الثقافيه والاجتماعيه والسياسيه والتعليميه والعلميه، موضوعات كتير جدا. ان شاء الله في الايام القادمه هنكون بنناقش موضوعات كتير جدا تهم المجتمع المصري وتتناسب مع الاسره ككل، الأب والأم والابن والابنة. هو برنامج اجتماعي هيتناسب مع الجميع إن شاء الله، ويكون دي فائدة لكل مجتمع. عايز أحكي لكم موقف صغير حصل معايا من صديق مقرب، ودايما الناس اللي بتنتقدنا مش كلهم بيكونوا هدفهم إن هم يضايقونا، ولكن بيبقوا عايزين يساعدونا. فحد من أصدقائي قال طب فكرة البرنامج هتكون مختلفة إيه كتير عن برامج كتير بتقدم نفس الفكرة، هي بتقدم فكرة عامة وثقافية واجتماعية. في الحقيقة فعلا ايه المختلف اللي ممكن يكون بيقدمه البرنامج ويكون احنا بنستفيد منه؟ احكي لكم موقف بسيط حصل وقت ما كنت في بقدم على كلية اعلام مع الدكتور وهي في الانترفيو معانا. هي سألتني سؤال بسيط جدا وقالت لي ليه اخترت اعلام دونا عن باقي الكليات ان انت تكون بتدخل كلية اعلام؟ في الحقيقة انا كانت اجابتي بسيطة جدا، وهي ان الاعلام هو القوة العظمى القادرة على تغيير ثقافة شعب من اتجاه لاتجاه آخر. لازم نعرف إنه في سلاح قوي اسمه الميديا دلوقتي واسمه الإعلام، هو اللي بيقدر يتحكم في الثقافة والفكر في وسط المجتمع بتاعنا. علشان كده ده مهم جدا إنه يكون بيروض صح ويكون بيقدم أفكار فعلا تفيد مجتمعنا وتفيد بيوتنا. عشان كده برنامجنا برنامج المدققاتي إحنا بنقول كده، شعارنا هو عينا تقرأ الأحداث وعينا ترى أدق التفاصيل في موضوعات كتير جدا تهمنا، تكون بتساعدنا ان احنا نتغير للافضل. وعايز اقول لكم كمان ان الاعلام مش مجرد بس ميديا او حلقه بتتقدم او بتتذاع، ولكنه رساله. والرساله في فكري انا ورايي الشخصي هي بتقدم مضمون قوي. الرساله دايما بتقول المشكله وبتقول حل، وكمان بتقدم الطرق او الادوات اللي بيها بقدر احل المشكله علشان اقدر اوصل للحل اللي يناسبني ويناسب المجتمع ككل. عشان كده مهم جدا واحنا بنقدم اي رساله اعلاميه نكون بنركز على النقاط دي. والنهارده مشكلتنا مشكله بسيطه جدا ولكنها جوهريه جدا. ليه كتير مننا بيبدا وما بينجحش؟ ليه كتير مننا مش بيعرف يوصل للاهداف بتاعته؟ وده اللي انا كنت حابب ابتدي بيه معاكم، نتكلم عن ونجاوب عن ثلاث اسئله مهمين جدا: لماذا وكيف واين؟ لماذا ابدا هذا النشاط او هذه الفكره؟ ليه ابدا في المجال اللي انا عايز ابدا فيه؟ وازاي ابدا فيه؟ وفين انا عايز اوصل؟ يعني انا فين؟ وعايز اوصل لفين؟ وازاي اوصل اللي انا عايز اوصل له؟ وده هنقوله من خلال مستويات الحياه الثلاثه. في الحقيقه موضوع النهارده ورساله النهارده ازاي ارتقي من مستوى التواجد، مجرد التواجد، لمستوى النجاح والتميز والتفرد. مش بس التميز لكن كمان التميز والتفرد. كتير مننا موجودين، احنا موجودين زي اي حد متواجد، بياكل ويشرب وينام ويموت. ولكن هل ده الهدف الاسمى من حياتنا على الارض؟ هل ده الهدف الأسمى اللي احنا موجودين علشانه؟ أعتقد لا. وكتير من الناس بترتقي لمستوى أعلى شوية، إنه بيدرس في مدرسة أو في كلية وبينجح، وده مستوى تاني اللي هو مستوى النجاح. لكن هل ده هو الدعوة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدعونا ليها؟ بيتهيألي برضه لا. لكن المستوى التالت وهو الأهم، مستوى التميز، إن احنا المفروض نكون متميزين. كتير جدا بينجحوا بيبقوا دكاترة ناجحين، نجح وقدر إنه يكون دكتور، ولكنه ما كانش دكتور متميز ولا متطور في مجاله وفي مجال عمله. علشان كده بنقول انه التميز هو الحفاظ على النجاح والاستمرار على القمة. يمكن يكون النجاح هو الوصول للقمة، لكن التميز والتفرد هو الاستمرار في هذه القمة. علشان كده النهاردة واحنا بنتعلم ليه مش بنكبر في اشغالنا؟ علشان بنستكفي. وانا بحب دايما اقول المقولة دي حتى في فيديوهاتي على اليوتيوب، انه يا جماعة ال 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 الاستكفاء بيعمل استغناء. وقت ما انا بستكفي كشاب او كطالب او كمقدم خدمه او كصنايعي او كطبيب او كمهندس، وقت اللي بستكفي فيه انا بستغنى عن التقدم. انا بقول خلاص انا وصلت للي انا عايز اوصل له، لكن في الحقيقه هفضل طول عمري انا محتاج ان انا اطور من نفسي واطور من قدراتي، لان هفضل طول العمر بتعلم، هفضل طول العمر ينفع اتقدم للافضل، لان كلنا بنبدي على ما سبق فيه. في الحقيقة مش بس كده، كمان احنا محتاجين نتكلم عن الأدوات اللي هتستخدمها علشان التميز والتفرد. ازاي أكون متميز في مجالي؟ أنا محتاج أقرأ أكثر.
يعني محتاج ان انا اقرا كتير في عن نفس المجال اللي انا بتخصص فيه. انا محتاج ابحث عن اخر الحاجات اللي توصل ليها اللي قبلي. يعني لما بنيجي نتكلم حتى لو في مجال صناعي، صنعه نقاش مثلا او ميكانيكي، هو بيحاول يتواصل مع التطور اللي بتتطور بيه السيارات او بتتطور بيه الموديلات اللي بتتعمل بيها الشقق، وبيحاول ان يطور من نفسه. فكله لو وقف في مكانه عند حته معينه هو مش بيعرف يكمل، مش بيعرف يطور في نفسه، هو مش بيتميز، هو خلاص استكفى بالنقطه دي. لكن التميز بيدعيني ان انا اكون بحاول اني اسعى اكتشف الجديد في كل مجال، اسعى الجديد اكتشف الجديد في مجالي، مش بس كده اتعلم ازاي انفذ الخطوات الجديده علشان اكون بطور من شغلي. فعايز اقول لك انه اقرا كتير، ابحث مش بس كده، لكن اطبق واجرب مره واتنين وتلاته. وده بياخدني لمرحله تانيه اعمق واكبر، وهي اسمها الخبره، انه ازاي اكتسب خبرات عن طريق التعلم، التجربه المستمره، واني اسعى ان احل مشاكل اللي بتواجه الاخرين في الشغل. ده هيخليني اعرفه من خلال القراءه. يعني الدكتور اللي بيعالج مرضى القلب مثلا، هو لما بيكتشف ان في حته معينه غيره ما قدرش انه يحلها، بيسعى انه يكون بيدرس اكتر ويقرا اكتر عشان يحاول انه يحلها. وهنا ده التميز. فاللي عايز يوصل للتميز الموضوع بسيط جدا، اقرا اكتر، ابحث اكتر، وطبق وجرب، وخلي التجربه تستفيد منها بشكل عملي. ودي كانت رسالتنا النهارده، انه ليه احنا مش قادرين نوصل للمستوى الارقى والمستوى الاعظم ان احنا نكون من ضمن الدول العظمى، لان احنا بنستكفي. فرسالتنا النهارده انه الاستكفاء بيعمل استغناء، فبلاش نستكفي باللي احنا فيه، لكن نسعى دايما للتطور والتميز. انا بشكركم جدا الحقيقه، وحابب قبل ما ندخل الجزء الثاني من حلقتنا، عايز اشكر كل الاصدقاء اللي شاركوني وشجعوني ودعمونا وباركولي على هذا البرنامج، واتمنى ان البرنامج الوقت القادم يكون بيقدم فعلا افكار تتناسب معاكم. هخرج فاصل ونرجع مره ثانيه نكمل حلقتنا. اهلا بكم مره تانية مشاهدينا ومتابعينا على قناه الصحه والجمال وعلى كل مواقع السوشيال ميديا. بشكركم وتحب اتوجه كمان بالشكر مره تانية للناس اللي ادعمت البرنامج وتفكر ان هي تكون بتدعمنا بالشير وباللايك وبالكومنت. بجد بشكركم، يعني شفت تشجيع كتير من اصدقاء بيقفوا وقت الجد. يعني عايز اتكلم معاكم عن بعض النشاطات وبعض النماذج الناجحه اللي موجودة في الشركات وفي المصانع وفي الحاجات. احنا عندنا نماذج كتير ناجحة. كنت في حلقة موجود قبل كده وكنت بحكي معاكم عن شركة توجيزر، وهي بتتكلم عن التسويق كرؤية، التسويق الإلكتروني أو التسويق الإلكتروني، مش التسويق، مش بتسيق للمجال، ولكن بتسوق للمجالات الصناعية والتجارية.
هي من الشركات الناجحة اللي صاحبة رؤية كبيرة جدا، ان هي بتساعد الشركات والمصانع على ان هي تكون بتوصل للعميل بأسرع الطرق الممكنة وفي أقرب وقت ممكن، ومش بس كده كمان بتساعدهم ان هم يظهروا منتجاتهم بشكل قوي جدا. عايز اقول لكم ان رحلة النجاح ورحلة التميز مش بتقف عند حد معين، عشان كده لما كنا بنأكد على فكرة الاستكفاء بيعمل استغناء، لأنه التطور بيتطلب مننا مزيد من الدراسة ومزيد من العمل والجهد. شركة توجذر الحقيقة ساعدت عدة نشاطات، منهم مول هايبر كي ام، منهم سنتر البركة، منهم معرض آلي عفيفي بالفيوم، من الأماكن المتميزة جدا اللي مشيت رحلة كفاح علشان تقدر توصل للنجاح اللي هي وصلت له. واحنا وبندقق ونقول كده انه مرة تانية رسالتنا في برنامج المدققاتي انه عينا ترى الاحداث وعينا ترى ادق التفاصيل، بنقرأ الاحداث للمجتمع اللي حوالين مننا وبنساعد المجتمع على انه يتطور ويقدر انه يكون فعلا بيقدم خدمات متميزة ويتفرد بالتميز ده. الدول المنتجة، الدول المصنعة، هي دول بتعرف ان هي تستغنى عن موارد كتير جدا ممكن تكون ضغط عليها. علشان كده واحنا بنشجع النشاطات التجارية والصناعية بنقول احنا عايزين نكون منتجين ونشجع منتجات بلادنا ونشجع مصانع بلادنا ونشجع شباب بلادنا. ليه دايما بنلجأ لبره؟ حتى لو كان اللي في بلدي يظهر انه اغلى شوية، ولكن محتاج ان انا اشجع دون، ومحتاجين احنا كمان المصانع والشركات ان هي تتطور وتحاول تطور من نفسها وما تستخدمش نفس الآليات، لكن تحاول ان هي تطور من نفسها. النهارده شريك النجاح لشركة توجذر هو معرض آلي عفيفي بالفيوم، من المعارض المتميزة جدا اللي بتقدم خدمات كتير جدا مش بس على مستوى محافظة الفيوم لكن على مستوى محافظ تانية. ايه اللي بيميز معرض آلي عفيفي بالفيوم عن باقي المعارض؟ المعرض ده منتجاته كلها دمياطية، انتوا كلنا عارفين الأساس الدمياطي من أروع وأنواع الخشب وأكثرها متانة وأكثرها وأفضلها، علشان كده المعرض ده بيجيب أفضل أنواع الأخشاب وبيقدم أكتر من فرع في الفيوم، وناس كتير من المحافظات بتروح له. حقيقي بجد لما بنيجي نتكلم عن مثال زي كده إنه أفتح فرع وأنجح إني أوصل للعميل بتاعي وأكون متميز ومتفرد بالصناعة اللي بقدمها، مش بس كده يكون عندي فرع تاني وفرع تالت، وهنشوف الكلام ده على الشاشة إنه في أكتر من فرع في محافظة الفيوم لمعرض آلي عفيفي. رحلة النجاح اللي بنمشيها معاه إنه مش بس علشان خاطر دعاية وإعلان، ولكن علشان خاطر نقول ان الناس دي فعلا بتقدم خدمات وصناعات محلية تليق فعلا بالمستوى العامل المصري والصنايع المصري والمنتج المصري اللي نفخر بيه كمصريين. عايز اقول لكم على حاجة، مش فكرة دعاية، لكن مرة تانية اللي هيروح لمعرض آلي عفيفي وهيلاقي منتجات كتير جدا بنص الثمن، مش لانها جودتها اقل ولكن لانها متميزه، لان الناس دي بتصنع بايديها، لان الناس دي بتستورد اخشابها، لان الناس دي بتقدم منتجها بافضل شكل، فعندهم عروض كتير جدا، غرف الكامله او لو انت هتاخد مجموعه غرف ب 150,000 لا عندهم بتلاقيها ب 70 او ب 80,000. ليه الفرق ده كله؟ لان الحاجات كلها هم اليد الاولى المصنعه والمستورده لهذه الاخشاب وهذه الادوات اللي بيستخدموها. معرض آلي عفيفي معرض متميز جدا، وعايز لما ارجع تاني اوجه رسالتي للشباب يتحفزوا ويتشجعوا زي المعرض ده او زي مول هايبر او زي شركة توجذر، والخدمات اللي بتتقدم خدمات كتير متميزة ورائعة. عايز اقول للشباب انه اصحاب المعارض واصحاب المصانع واصحاب المحلات دي كانوا شباب صغيرين بس صدقوا في حلمهم، وانا رسالتي ليك ورسالتي ليك النهاردة وانا بنختم وقتنا، وعايز اقول لكم انه بجد فعلا اهتموا بحلمكم وتعبوا عليه. حاول انك مش بس تكون عندك حلم لكن تشتغل على حلمك، اقرا اكتر وابحث اكتر، اتعب اكتر، ابذل مجهود اكتر. يمكن تفشل بس الفشل بيقول ان انا ماشي في الطريق مظبوط، الفشل ما بيقولش ان دي النهايه. الفشل ممكن يكون هو الخطوه اللي بعدها الانطلاقه ان انا انجح في مجالي. علشان كده دعوتي لكل الشباب وللشابات وكل حد بيفكر ان يكون بيعمل مشروع او بيزنس، ما تيأس، جرب مره واثنين وثلاثة ومية. اوعى تستسلم لليأس، اوعى تستسلم لانه انا مش بلاقي نتيجة سريعة للي انا بعمله. ممكن تكون نتيجة بعد شهر، ممكن تكون نتيجة بعد سنة، لكن دايما انا بسعى، انا مش بوقف عند حدود معينة لكن انا بسعى ان انا اكون بتطور للافضل. وعايز اقول لكل واحد فيكم النهاردة بجد ولنفسي
المستوى اللي احنا المفروض نكون موجودين فيه هو مستوى التميز، وده اللي بيرتقي بينا كشباب وكشابات وكمجتمع او كأسرة وكمجتمع وكبلد، نقدر ننهض كمصر على ما نكون متميزين. علشان كده ما تكتفيش بالنجاح، ما تكتفيش باللي انت وصلت له، لكن حاول انك تطور من نفسك، وحاول انك تبدأ من اللي قبل منك بدأوه، يعني كمل على اللي قبلك بدأوه، ما تحاولش ان انت تقول انا هبقى لوحدي. انا بشكركم جدا النهارده لحسن استماعكم ومتابعتكم لينا، وعايز اقول لكم انه عايز اقول لكم ان احنا هناخد الاول معاكم. عايز اقول لكم ان الحلقات الجايه ان شاء الله هيكون معانا ضيوف كرام، هيكون معانا الحلقات الجايه مدير مبيعات بشركه احدى الشركات الكبرى، حكي معانا عن موضوعات كتير جدا، وهيكون معانا مدير التسويق او خبير التسويق الالكتروني. الحلقه اللي بعدها هيكون معانا الدكتوره جامعيه هتحكي معانا عن العنف ضد المراه، هنناقش وهنقرا الاحداث المختلفه لما حولنا، ومش بس كده لكن بعينا ترى ادق التفاصيل، هنكون بنشوف الموضوعات دي من جوه وازاي نقدر نحلها في مجتمعاتنا ونرتقي بيها. قبل ما نختم حلقتنا هنشوف فيديو رائع لمعرض آلي عفيفي، هتكون بنشوفه ونقدر نشوف هم بيقدموا خدماتهم ازاي، وتشوف العناوين كمان اللي يحب يكون بيروح يزورهم في مكانهم. شكرا ليكم. زي ما شفنا في الفيديو حاجة أكثر من رائعة، الحقيقي معرض متميز جدا، ودي فرصة كمان نشجع الشباب، أي حد حابب أن يكون بنكون شركاء ليه في النجاح في الوقت اللي جاي تواصلوا معنا من خلال الأرقام اللي هتظهر على الشاشة. كان معكم روبرت إدوار، برنامج المدققاتي، هندقق الوقت اللي جاي في أمور كتير جدا. حابب مرة تانية أقول لكم رؤيتنا عينا ترى تقرأ الأحداث، عينا تقرأ الأحداث وعينا ترى أدق التفاصيل. إن شاء الله الوقت اللي جاي هنكون بنناقش موضوعات ثقافية، موضوعات اجتماعية، موضوعات علمية وموضوعات تعليمية، حاجات كتير جدا، فيديوهات تحفيزية، هنتكلم عن مشاكل تهم الشباب إزاي نتخطاها وإزاي نتعلم نتخطى الحدود ونعدي المرتفعات اللي بتواجهنا في حياتنا من المشاكل اللي بتواجهنا. عايز كمان أتوجه بالشكر كتير جدا لفريق العمل معانا هنا في القناة، مجهود رائع الحقيقة. بشكركم جدا وبشكركم لحسن المتابعة. شكرا لكم، سلام.